الألعاب الإلكترونية ممتعة جداً، وفي كل يوم تكتشف لعبة جديدة وما تمل. لكن جلستك على أي جهاز إلكتروني لوقت طويل لها عواقبها. خلينا نوضح الصورة. تكون قاعد على لعبة وتقول بلعب شوي بس، وشوي يصير ساعة وساعتين، ولأنك قاعد طول هالوقت بدون حركة جسمك راح يتغير شكله. هذا غير أن جلوسك الوقت طويل بيخليك تفقد الكثير من علاقاتك، وبالنهاية تكتشف أنك وحيد. ما أقول لك لا تلعب لعبتك المفضلة، لكن تذكر أهمية الرياضة لجسمك وشخصيتك. الحركة تعطي جسمك مناعة وقوة وتضعف نسبة إصابتك بالأمراض. هذا غير أن الرياضة لها جانب مهم في صقل شخصيتك للأفضل، لأنك راح تتواصل مع الآخرين وتتعرف على أصدقاء جدد. عمرك الآن مناسب جداً أنك تعود نفسك على رياضة معينة تحبها، منها تقوي صحتك وتحافظ على لياقتك، ومنها تطور مهاراتك بالتواصل مع الآخرين. لا تضيع وقتك بجلوسك، العب، اركض، واستمتع بالحركة. الرياضة متعة تبناها في صغرك.